أهلا بكم إلى أهم أخبار ليبيا وهذه عناوينها: اعتقال أخطر مروجي المخدرات في طبرق، بلدية جات تشهد أزمة نقص حادة في الوقود، والأخضر ينتقل إلى مصر استعدادا للكونفدرالية الأفريقية. أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ضبط أحد أخطر مروجي المخدرات داخل طبرق، وأوضح الجهاز أن المتهم يمتهن ترويج المخدرات من داخل منزله، وتم ضبطه متلبساً بعد محاولته مقاومة رجال الأمن والفرار. أعلنت وزارة الاقتصاد في حكومة لدبيبة أن أسعار اللحوم ستشهد انخفاضاً خلال شهر فبراير المقبل بعد الشروع في وصول شحنات المواشي المستوردة، مضيفة أن التسهيلات التي منحها مصرف ليبيا المركزي في إجراءات التوريد ستنعكس على أسعار المواد الغذائية الأساسية خلال شهر رمضان. أكد رئيس المجلس التسييري لبلدية جات إبراهيم خليل أن البلدية تعاني حالة نقص شديدة في الوقود، وكشف خليل أن عائلات كثيرة نزحت إلى الشمال والشرق والغرب في ظل تفاقم أزمة الوقود بالمدينة وأغلب مدن الجنوب. أعلنت شركة الهروج للعمليات النفطية تحقيق معدل إنتاج قياسي وصل خلال هذا الأسبوع إلى 45 ألف برميل يومياً، إضافة إلى إنجازها حزمة من المشاريع أبرزها البدء الفعلي في المرحلة الثانية من مشروع إعادة حقل الغاني المستهدف منها الوصول إلى معدل 25 ألف برميل يومياً. يستعد فريق الأخضر لكرة القدم لدخول معسكر مغلق في مصر استعداداً للكونفدرالية الأفريقية، حيث ستتخلله عدة مباريات ودية قبل السفر إلى جنوب أفريقيا لخوض أولى مبارياته في الكونفدرالية أمام نادي مضيفه مارموغلانتس في 12 من فبراير المقبل. أعلنت وزارة الصحة في حكومة لدبيبة اعتماد الدليل الليبي لإدارة العينات الطبية الذي أعده فريقاً من الخبراء الليبيين بالتعاون مع خبراء من منظمة الصحة العالمية، ويمثل الدليل وثيقة مهمة تتضمن الأساليب العلمية الحديثة للتقليل من الأخطاء الطبية الشائعة بما يحقق جودة عالية في نتائج التحاليل الطبية. نهاية النشرة، إلى اللقاء.